ولنجم الأزهري وهما من عبقري وسرير الجوهري انتبهوا يا حاضرين. ولجبران الوفي ولجعشان الصفي وجنيد والشايفي فيكم العلم الرزين. ولصدق الأرقمي أحمد بن حضرمي قد عرفناه سني خير كل العالمي. يا سماوات الشدي إنني في خلدي بين عز الموردي في رياض الخالدي بين دار المصطفى ولأنوار الصفا وشيوخ شرفاء في سبيل الأولين. وصلاة كلما سبع المزنوهما وسلام دائما لإمام المرسل. لقد حضرنا هذه الدورة الصيفية التي نسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها سببا لرضاه ولرضا رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسببا لرفع البلاء عنا وعن جميع بلاد المسلمين إنه أرحم الراحمين. لأن العلم ينادي العمل إن أجابه وإلا ارتحل. أعزائي الكرام الحاضرون جميعا، نقف وإياكم بدعوة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى تضرعا إلى الله بأن يفرج ما نزل بالأمة المحمدية، وندعو بصدق وإخلاص ومع القصيدة التضرعية للعبد مع ربه وهي قصيدة يا أرحم الراحمين ومع فرقة الصفاء. Thank you.
الشباب أيام إجازتهم، بعض أيام الإجازة الصيفية، واجتمعنا وإياهم في هذا المكان المبارك الذي أسسه سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والمقصد أيها الإخوة في الله حتى ينال النفع كل من أراد الانتفاع، كل من أراد القرب من الرحمن سبحانه وتعالى. فاجتمع هؤلاء الطلاب، اجتمع هؤلاء الطلاب وتلقوا ما تلقوا من علوم الشريعة، من القرآن الكريم ومن الفقه ومن سيرة المصطفى وحديثه، وكلهم كانوا فرحانين مسرورين لما يلقى إليهم من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة في الله، هذه بذرة بذرها سيدي الحبيب عمر في هذه الأربطة وهذه الدورات، وكم انتفع بها أناس كثير الحضور لمثل هذه الأماكن لتعلم العلم والعمل به. وقد قام ونحن ايضا نقدم الشكر الجزيل للمدرسين الذي بذلوا الكثير من الايام وهم في خدمه هؤلاء الطلاب، وما يعني في حاله النشاط وفي حاله العلم والتعليم. وما بذل فيهم هي بذره بسيطه، ولكن الشان كل الشان في تربيه الابناء في البيوت والمحافظه على ما تحصلوا عليه من العلم البسيط. فإن الله سبحانه وتعالى يلقي، أو من أن الحبة تنبت 100 حبة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. بكل أوقاتنا، بكل حالاتنا، بكل ما أوتينا من إمكانيات، حتى نرتب أهم شيء. ما هو أهم شيء يوصلنا إلى ذلك؟ ألا وهو الوقت. أوصي آباءنا وأوصي إخواننا وأوصي مدرسينا وأوصي أبناءنا جميعا، أوصيهم بترتيب الوقت. ترتيب الوقت وحسن الاختيار معياري النجاح. فإن اهتممنا بأوقات أبنائنا وجدولناها، وأوقاتنا نحن حتى الآباء نحتاج إلى جدولة قراءة كتاب واحد للإمام الحداد في سبيل الاذكار، يكفينا لتقسيم الوقت ومعرفة أهمية هذا الوقت الذي نحن فيه. ليالي قد مضت غرات تنالي بأنوار الهدى أبرق ليالي. أنوار النبي مولى بلالي، قضيناها مع صحب كرام، وهم ما بين سجاد وتالي، وبين مردد أخبار طه، وفقه الشرع دوما في توالي. بحمد الله قد ظهرت معاني، تبشر بالعطاء وبالنوالي. تبشر بالعطاء وبالنوالي. من المولى عظيم المن ربي، تعالى بالعطيات الجزالي. فيا من قد شهدتم وحضرتم، أصيخوا السمع واسغوا للمقالي. لقد فتحت لكم أبواب فضل، فهبوا للدخول مع الرجال. فهبوا للدخول مع الرجال.
وقد رفعت لكم رايات صدق فجدوا صادقين بالابتهال. كل من سأله وكل من درسه وكل من حضره وكل من عمله وكل من خدمه أدر الأكبر نسأل الله العظيم أن يبشر فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السر في الأطفال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السر في أولادنا وفي أحبابنا في المحاربين وفي القاعدين وفي الحرب عمر وفي طلابنا وفي المكان